حققت الفنانة ملك أحمد زاهر واختها ليلى في الفترة الأخيرة نجاح كبير جدا، وتصدرت أسمائهم الترند أكتر من مرة بعد نجاح أعمالهم الأخيرة. ومع النجاح الكبير اللي حققوه، ابتدى الجمهور يقارنهم بالفنانة دنيا سمير غانم واختها إيمي. عشان كده في فيديو النهاردة هنتكلم عن الأختين ملك أحمد زاهر وليلى أحمد زاهر، والأختين دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم، وهنقارن بينهم في الجمال، وهنكشف ليكم فرق السن بينهم. كل ده وأكتر هتعرفوه في الفيديو ده. لكن قبل ما تكمل الفيديو، انزل بسرعة واعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده 5000 لايك. وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زرار الجرس علشان كل جديد يجي لك لحد عندك. يلا بينا نكمل الفيديو، لكن بعد الفاصل. خلونا في البداية نتكلم عن ملك وليلى أحمد زاهر. ملك أحمد زاهر من مواليد 1 يوليو سنة 2002، وعندها دلوقتي 19 سنة، وهي بنت الفنان أحمد زاهر الكبيرة. ملك بدأت مسيرتها الفنية من وهي طفلة، وقدرت إنها تخطف أنظار الجمهور ليها، وده من خلال مجموعة من الأعمال الفنية المميزة، واللي أهمها طبعًا فيلم عمر وسلمى الجزء الثاني والجزء الثالث. وزي ما قدرت إنها تخطف أنظار الجمهور وهي طفلة، قدرت كمان إنها تخطف قلوب الجمهور لما كبرت في أول دور ليها بعد ما كبرت وبقت شابة، وده من خلال مسلسل لؤلؤ في دور منا ومشهد وفاتها اللي أثر قلوب الجمهور وتصدرت بسببه الترند في الكام يوم اللي فاتوا. وملك دايما بتتواصل مع جمهورها ومع محبيها من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، ودايما صورها بتنال إعجاب متابعيها بسبب جمالها وأناقتها اللي محدش يختلف عليهم. ودلوقتي تعالوا نتكلم عن أختها ليلى. ليلى أحمد زاهر من مواليد 30 أغسطس سنة 2003، وعندها دلوقتي 18 سنة، وهي بنت الفنان أحمد زاهر التانية. ليلى بدأت مسيرتها الفنية برضو من وهي طفلة مع أختها ملك، وخفة دمها وتلقائيتها كانوا السبب في حب الجمهور ليها من طفولتها. ولما كبرت ومع أول عمل ليها بعد ما كبرت وبقت شابة، حققت نجاح كبير جدا، وده من خلال دورها في مسلسل الفتوة، وأكدت على موهبتها وعلى خفة دمها من خلال دورها في مسلسل في بيتنا الروبوت واللي بيتم عرضه في الفترة دي. كمان ليلى فاجأت الجمهور بصوتها الحلو، وده لما طلعت في احدى البرامج التلفزيونية وغنت اثناء اللقاء، والحقيقة صوتها كان مفاجأة لينا كلنا. والفنانة ليلى احمد زاهر دايما بتتواصل مع متابعيها على حسابها الرسمي في موقع انستجرام من خلال نشرها لصورها الجديدة باستمرار، والحقيقة صورها دايما بتعجب متابعيها لدرجة ان كتير من متابعيها بيتغزلوا في جمالها وبيطلبوها للجواز، وده من خلال تعليقاتهم على صورها. ودلوقتي تعالوا نتكلم عن دنيا وإيمي سمير غانم. دنيا سمير غانم من مواليد 1 يناير سنة 1985، وعندها دلوقتي 36 سنة، وهي بنت الفنان سمير غانم الكبيرة. دنيا بدأت مسيرتها الفنية من وهي طفلة، لكن حققت نجاح وشهرة كبيرة بعد ما كبرت. وخلال مسيرتها الفنية قدمت مجموعة مميزة من الأعمال الفنية زي فيلم يانا يا خالتي وفيلم 365 يوم سعادة وغيرها كتير من الأعمال الفنية. كمان دنيا بتتمتع بجمال وجاذبية كبيرة جدا، وجمالها ده ورثته من والدتها الفنانة دلال عبد العزيز. وزي ما الجمهور بيقول دايما ان كل ما سنها يكبر كل ما تحلو اكتر. كمان دنيا صوتها حلو جدا، وقدمت مجموعة من الاغاني حققت من خلالها نجاح كبير جدا، ومن اجمل اغانيها اغنية قصة شتا. والفنانة دنيا سمير غانم على تواصل مستمر مع متابعيها، وده من خلال حسابها الرسمي في موقع انستجرام، ودايما صورها اللي بتنشرها على حسابها بتنال اعجاب متابعيها. لكن في الفترة الاخيرة بدأت الفنانة دنيا سمير غانم تظهر بشكل مختلف، وده بعد رجيم قاسي عملته ظهرها بنحافة جديدة جدا. وبرغم تغيير شكلها إلا إنها لسه محتفظة بجمالها اللي عرفها بيه الجمهور. ودلوقتي تعالوا نتكلم عن أختها إيمي. إيمي سمير غانم من مواليد 31 مارس سنة 1987، وعندها دلوقتي 34 سنة، وهي بنت الفنان سمير غانم التانية. وإيمي بدأت مسيرتها الفنية سنة 2005، وقدمت خلال مشوارها الفني مجموعة مميزة من الأعمال الفنية زي فيلم غش الزوجية وفيلم زنق الستات وغيرها كتير من الأعمال الفنية. قدرت إيمي إنها تخطف أنظار الجمهور ليها، وده من خلال خفة دمها وتمثيلها الرائع. كمان الفنانة إيمي سمير غانم دايما بتشارك متابعيها على حسابها في موقع انستجرام صورها الجديدة باستمرار، ودايما صورها بتعجب متابعيها ومحبيها. وفي نهاية فيديو النهاردة، طبعا دلوقتي كلنا عرفنا إن ملك أحمد زاهر أكبر من أختها ليلى
بحوالي سنة تقريبا، وده لأن ملك مواليد سنة 2002، أما ليلى فهي من مواليد سنة 2003. وكمان عرفنا إن دنيا سمير غانم أكبر من أختها إيمي بحوالي سنتين تقريبا، وده لأن دنيا من مواليد سنة 1985، أما إيمي فهي من مواليد سنة 1987. ولو هنقارن بين ملك وليلى ودنيا وإيمي في الجمال ونحاول نجاوب على سؤال مين أجمل فيهم، فالحقيقة إجابة السؤال ده هتكون صعبة جدا، وده لأن الإجابة بتختلف من شخص لشخص تاني وعلى حب كل واحد فينا لكل فنانة. عشان كده انزلوا حالا واكتبوا لنا في التعليقات وقولوا لنا رأيكم مين أجمل فنانة فيهم من وجهة نظركم، دنيا ولا إيمي ولا ملك ولا ليلى؟ مستنيين أراءكم في التعليقات. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، لكن لسه أسرارنا ما خلصتش. استنونا في فيديوهات جديدة وأسرار جديدة على قناتكم أسرار النجوم.